خلقه الله وخالق كل شيء. يعني الله خلق الخير والشر، اتفقنا؟ إذا ما معنى والشر ليس إليك؟ الشر ليس إليك، الشر ليس في أفعال الله، وإنما الشر في مفعولات الله. وفرق بين فعل الله ومفعولات الله. اكتب كتبك الله من الصالحين، فرق تبي قلم بين أفعال الله وبين مفعولاته. أفعاله من صفاته، الله له صفات ذاتية وفعلية، صح؟ أما مفعولاته يعني مخلوقاته. الشر أين الآن يا أخوان؟ في أفعال الله ولا في مخلوقات الله؟ في مخلوقات الله، ليس في أفعال الله. أفعال الله كمال، ليس فيها شر، ليس فيها عبث، ليس فيها لعب، كلها حكمة، كلها رحمة. لكن الشر أين؟ في مفعولات الله، في مخلوقات الله. مخلوقات الله فيها وفيها، فيها خير من مفعولات الله الملائكة، ومن مفعولات الله الشياطين، فيها خير وفيها شر، صح؟ من لم يفرق بين فعل الله ومفعولات الله وقع في مشكلة كبيرة. حتى المعتزلة لماذا أنكروا مشيئة الله؟ لأنه ما فرقوا بين فعله ومفعوله. ودائما يمكن للمرة المئة أضرب مثلا من بنات أفكاري أنا مطلعة إن شاء الله يعجبكم. الطبيب الجراح، الطبيب الجراح اللي يجرح الناس وينزف دماءهم، وظيفته خير ولا شر؟ خير ولا شر؟ خير. حتى أنه يجري لك عملية وتقول له جزاك الله خير وتعطيه مال، وتطلع أنت تعبان وفاد طلع دمك وتقول له جزاك الله خير، جزاك الله خير، هو اللي فاتح بطنك، فعل فيك خيرا ولا شرا؟ ها؟ يعني لو جاء هذا الطبيب الجراح يريد أن يخطب منك أو يريد أن يتعامل معك، أو تجد تنظر له رجل شرير مجرم، يعني ممكن واحد طبيب جراح وطيب وحبيب ومحترم ولا كلهم مجرمين؟ لا لا ليس بمجرم، لا أبدا، لا ليس بمجرم حتى لو سبب جزاه الله خير، لا 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 حتى لو تسبب. طيب واحد اشتعل حريق وفي أطفال وفي نساء وأنت أطفال تريد أن تنقذهم والباب هناك مغلق ما في إلا الزجاج، هذا تكسر الزجاج وتنقذهم، جاك شوي ويقول لك ادفع فلوس الزجاج، يا أخي أنا قتلت الأرواح.